قطع طلبة كلية طب الأسنان بالمنستير اليوم امتحانات السداسي الأول مساندة لإضراب الأطباء المقيمين الداخليين، وذلك رفضا لوجوبية القانون الملزم للأطباء على العمل لمدة 3 سنوات في الهياكل الصحية العمومية في المناطق الداخلية، كما طلب الطلبة بتهيئة عيادات طب الأسنان وتحسين المنظومة الجامعية. الطابع الإجباري للقانون الذي يوجب الأطباء على العمل 3 سنوات بالوظيفة العمومية دفع بطلبة كلية طب الأسنان بالمنستير إلى مقاطعة امتحانات السداسي الأول وتنفيذ إضراب مساندة لإضراب الأطباء المقيمين والداخليين. المقاطعة اللي صارت اليوم هي مقاطعة اللي هو عمل تلقائي منها قمنا به اليوم، ما فما حتى جهة ورانا بيان سور، نعلن اليوم على رفضنا تام وكل القانون عدد 38/2013 اللي في ظاهره معناها يصلح المنظومة الصحية، ولكن في الداخل هي جوست حلول سريعة. المحتجون أجمعوا على أن رفضهم للقانون مأتاه رفضهم للصيغة الوجوبية وليس رفضا للعمل بالمناطق الداخلية حسب ما روج له البعض. أمر لا يتعلق بالمناطق الداخلية، كلمة مناطق داخلية فما شكون حب يحطها في مخاخ العباد بالأساس باش تكون ثم نوع من التطاحن بين الأطباء الشبان وسكان المناطق هذه. راهي هذه مغالطة إعلامية، أطباء الأسنان والأطباء المقيمين والطلبة يتبرؤوا منها. تهيئة عيادات طب الأسنان وتحديثها عوض قانون مسقط دون استشارة أهل الاختصاص، ذلك ما طلب به المضربون. كل السبيطارات احنا المساحه نتاع كليه طب الاسنان هي بيدها ناقصه المعدات اللازمه، هي بيدها ناقصه المواد الاساسيه، هي بيدها ناقصه الميزانيه. هما توقع الدين عاملين ميزانيه بانسوم ولا بمجموع كبير يتجاوز 14 مليار الا باش يخلصوا للطب هذوما يصلحوا بهم قبل خاطر الطبيب اللي باش يمشي باش يعدي راهو ما يلقى حتى شيء. وقال الوزير بيدو قال اكتفي بالنصيحه. نستغربوا من الوزير كيفاش معناها توا معناها ملي استلم مقاليد الوزاره نتاع الصحه ما عمل حتى زياره ميدانيه لا الكلينيك دونتير لا مستشفى فاطمه برقيبه بار اكزومبل في مستير، لا فاكولتي ميدسين مستير، لا فاكولتي فارماسي، ما شفنا لا ناقصين حتى شيء معناها ولا اش ناقصين ولا اش ينقصنا. معناها بعد يلزم علينا قانون هكاك، عمره ما ناخذوا قانون من غير ما نشاوروا اهل الاختصاص. اضراب استهل به طلبه كليه الاسنان السنه الجديده اللي يتواصل الى غايه 7 جانفي، تصعيد يريدون منه تحسين المنظومه الصحيه والجامعيه وفق اسس سليمه.